فخامة الرئيس، القادة ورؤساء الوفود، هذه هي اللحظة التي يجب على الجميع التحلي فيها بالحكمة والنظرة نحو المستقبل. ونحن نرى أن دوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وهنا نؤكد بأن الأمن والسلام يتحققان بتنفيذ حل الدولتين المستند للشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 وبضمانات دولية وجدول زمني محدد للتنفيذ. وأنني أدعو لأن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة واعتراف باقي دول العالم بدولة فلسطين والذهاب إلى مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية لتحقيق هدف السلام المنشود.